أعوذ بالله من عجز ومن سقم، وأبدأ القول بسم الله ذي النعم. هو المصور في الأرحام ما عجزت عن مثله من قديم ريشة الفهم. هو البصير الأمين الحق نشكره رب العباد رحمن وذو نعم. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. هي تحية جديدة عبر ملف جديد من برنامجكم دفتر أحوال. يعد إدمان المخدرات من أكبر المشاكل التي تواجه أي مجتمع، حيث تزداد في كل عام أعداد المدمنين على مستوى العالم، وذلك بحسب ما جاء في وسائل الإعلام، مما يشكل خطرا كبيرا على المجتمعات. فلم تعد المخدرات مقصورة على طبقات معينة أو على جنس محدد، بالتالي تعمل على هدم البشرية وخصما على التقدم والتنمية. إذن هي حلقة جديدة من برنامجكم دفتر أحوال، نفتح فيها صفحة جديدة في موضوع المتخدرات أو المخدرات، هذا الموضوع الكبير الذي يحتاج منا لملفات وملفات. وحيي عبر هذا الملف ضيوفي الأكارم داخل الأستوديو، ولا أريد أن أفصح شخصيا عن الضيوف بقدر ما أود في هذه الحلقة وبرنامج دفتر أحوال برنامج تثقيفي قانوني إرشادي توعوي. فضيوف الأكارم فوق العادة، إذن نحيي الضيوف وأتيح الفرصة لهم لكي يقوموا بتعريف أنفسهم عبر بطاقة شخصية متكاملة. مرحبا بك سعادتك في برنامج دفتر أحوال. الشخصية والحاجة كاملة، تعريف كامل، الخبرات نقول عشان المشاهد يكون عارف الصورة، المحطات التي توقفت عندها بالذات فيما يخص المخدرات. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللواء الدكتور هاشم علي عبد الرحيم، مدير فرع الإعلام والتوعية سابقا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لأكثر من 7 سنوات، ولذلك ارتبطت بمكافحة المخدرات من نقيب لغاية مقدم أنا في الإدارة، أو حتى عقيد لغاية نعم حتى رتبة العقيد، فترة طويلة جدا حقيقة في مكافحة المخدرات. لذلك حتى عندما تخصصت في مسألة أو عندما يعني هممت بالتقديم للدكتوراه، كان الموضوع هو الاتفاقات الدولية في المخدرات والمؤثرات العقلية. طبعا إدارات كثيرة أنا عملت فيها، المباحث المركزية واللي هي كانت واحدة من إدارات مكافحة المخدرات، وكذلك أنا شهدت قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كإدارة مستغلة وفقا للمطلوبات العالمية الخاصة بالعمل المكافحي في كل دول العالم. وأخيرا اتجهت للإعلام كلية، أصلا بدأت بالتوعية عملت في الإعلام مديرا للمكتب الصحفي للشرطة ومديرا لدائرة الإعلام، ثم مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وناطق الرسمي باسم الشرطة. هذه هي كانت محطة الختام. نعم، إذن نرحب كثيرا بسيد هاشم علي عبد الرحيم. زي ما ذكر في هذه البطاقة التعريفية الشخصية المحطات التي عمل بها، يمكن نقول هي أطلق الجزء وأراد الكل، محطات كثيرة ويمكن وقفات كثيرة ما من هنا وهناك في الولايات وفي الخرطوم. وأيضا أريد في هذه الحلقة أن نسجل صوتي شكر وتقدير بصفة خاصة لسيد اللواء دكتور حقوقي هاشم علي عبد الرحيم، وهو نقول أساسي في برنامج دفتر أحوال، هذا البرنامج الذي انتشر عبر فضائيات الشروق عبر هذه المحطة. قبل أن أدلف لضيفي الآخر، لا بد سعادتك من كلمتين خاصة ببرنامج دفتر أحوال تحديدا، وأيضا كلمتين في حق قناة الشروق التي قامت ببس هذه الحلقات المتواصلة في برامج التوعية والتثقيف والإرشاد.
هو حقيقة واحدة من إنجازاتي أنا هذا البرنامج، برنامج دفتر أحمر في قناة الشروق، يعد يعني أنا سعيد لتوسيع المواعين الإعلامية، وحقيقة الإخوة في قناة الشروق رحبوا ترحيب كبير بهذه الفكرة، وهي فكرة طبعا أصلا مسجلة كبرنامج باسم الأخ العميد عبد الله بشير اللي هو كان عريض وقتها. و الدفتر أحوال حقيقة يعني أصبح مرآة للعمل الشرطي، وأفادنا كثيرا جدا كثيرا في العمل الاحترازي، ولذلك أنا أعتز كثيرا بهذا البرنامج، يعني أعتبره كابني من أبنائي. وهذا البرنامج الآن يعبر الجسر إلى الحلقة 112، يعني الحلقة 12 بعد المائة. نعم. إذا كنت يعني دقيق في النعم. صحيح. وهذا لوحده يكفي استمرارية البرنامج بهذا العدد الكبير من الحلقات. إذن البرنامج برنامج ناجح، وحقيقة الإخوة في قناة الشروق سعادة الفريق السيد أحمد عمر هو الحقيقة كان مساند دائما لهذا البرنامج ولفكرته ولتجديده. البرنامج بدأ حقيقة وهو أيضا كان هو رئيس، وهو حقيقة أنا ورثته، يعني ورثته وحقيقة هو برنامج يعني أفادنا كثيرا جدا، يعني في الأزمات كان دائما هو حقيقة حائط الصد الأول، وكنا عبره بنرسل كل الرسائل التوعوية. وطبعا كما هو معلوم العمل الاحترازي في الشرطة هو الأساس. نعم. الأساس. نعم. يعني دائما احنا بنتكلم عن انه مسألة العمل المنعي، العمل المنعي هو الأهم وهو الأكبر كلفة، وهو الحقيقة الأغلى خسائر يعني في العملية الأمنية. واكتشاف الجرائم مسألة ثانوية، أما مسألة منع الجريمة قبل وقوعها فده عمل شيء أساسي في العمل الشرطي من ناحية عامة. نعم. مشاهدي الكرام، زي ما بنقول أنا لا يمكنني أن أضحي من أجل قضية بمستواي، ولا يمكنني أن أضحي من أجل قضية أقل من مستواي، بينما أضع نفسي ومالي وولدي وكل شيء في خدمة القضية عندما تكون عبادة في سبيل الله. ضيف الآخر أيضا هو من الذين قاموا أو الذين وقفوا على هذا البرنامج، برنامج دفتر الأحوال، وجابوا ما بين هنا وهناك هذه الفيافي المختلفة في ولايات السودان الحبيبة، ناشرا للتوعية نقول الأمنية المختلفة ولا سيما المخدرات، وهو نقول عمود أساسي في برنامج دفتر الأحوال، سواء كان بصورة مباشرة توجيها وإرشادا، وسواء كان بالمشاركة عبر حلقات برنامج دفتر الأحوال. كان لنا معه يمكن صولات أولاد عبر هذه المنضدة من خلال التوعية والإرشاد العلمي وغير العلمي. مرحبا بك السيد اللواء، وأيضا بطاقة شخصية تعريفية لا بد منها. هذه الحلقة قلتها في البداية حلقة فوق العادة إن شاء الله. الله يديك العافية وتحية لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المشاهدين لقناة الشروق كلهم بنشكر القناة الحقيقة، وبنشكر برنامج دفتر أحوال، والشكر لك يعني على هذا البرنامج. أنا الحقيقة في البطاقة دي بمشي لفترات بعيدة جدا، يعني يمكن منذ الفترة بتاعت الدراسة الجامعية. سعادتك معلش الاسم كامل في الأول. أنا اللواء شرطة بروفيسور أحمد عوض الجمل، وأنا في بداية يعني الدراسة الجامعية أنا درست كلية الصيدلة جامعة الخرطوم، وتعرفت هناك على المخدرات الطبيعية والتصنيعية والكده، باعتبار انها هي جزء من الفن بتاع الأدوية وجزء من تفاصيل علم الدواء اللي درسناه. ويمكن حرصت بعد ذاك انه التحق بالأدلة الجنائية السودانية لما عرفته من انه هناك جانب مهم جدا فيه أخذ هذه العلوم لتحقيق العدالة يعني، فالتحقت بالأدلة الجنائية السودانية، ووجدت يعني الحقيقة ترحيب ومساندة ومساعدة يعني لا نظير لها، لأنه كانت البداية بتاعت المخدرات دي يعني في أوائلها. وأنا بذكر في العام 85 يمكن يعني أنا بديت مسألة أنه بعد ما قضينا الفترة في الكلية وكده كلية الشرطة، أنه بديت مسألة التدريس لطلاب كلية الشرطة
طوالي بعد ما تخرجنا وكده. فهذا يعني في مجال الأدلة الجنائية عموما وفي مجال المخدرات على وجه الخصوص. الحقيقة تخصصنا كان هو في مجال السموم والمخدرات والكيمياء الجنائية، لكن في الفترة دي ظهرت يعني المسألة بتاعت انه اخذت المخدرات الحيز بتاعه وفقا لما هو كان حادث في العالم في الوقت ذاك من مؤشرات الى انه القضية دي اصبحت قضية مؤرقة للعالم كله. ويمكن في هذا الاتجاه انا يعني اتخصصت في او مشيت زمالة في فيينا في النمسا، وبقى يعني بقيت اميل لانه اكون ماخذ الجانب بتاع المخدرات يمكن اكثر من التخصصات الاخرى في الأدلة الجنائية، لحد ما اتيحت لي الفرصة انه يعني احضر لدرجة الدكتوراه في الصيدلة في جامعة الخرطوم. ووجدت انه من خلال العمل بتاعنا من وقوف في المحاكم وكده بسبب القضايا الكثيرة اللي كنا بنشرح تفاصيل تقارير للمحكمة وكده، فوجدت فرصة برضو لدراسة القانون في جامعة النيلين، ويعني عملت المعادلة بتاعت ممارسة مهنة القانون. ويمكن بعد ذاك أقدر أقول إنه يعني على علاقتي مع المخدرات بدت من الأيام الأولى. العقيد فضل وقتها كان يمكن في 85 دي وكده، وسندت ليهم مهمة انه يكون رئيس لمكتب بتاع المخدرات. الحقيقة كان هو لوحده يعني، وكان المخدرات جزء من المباحث المركزية، مكتب صغير. وانا بحمد الله يعني كنت شاهد على تطور هذا العمل من خلال هذا المكتب الصغير الى ان اصبحت يعني العقيد فضل بعده كان أخونا العقيد صلاح عبد الدافع، العقيد فيصل عبد العال بريمة، ثم يمكن المرحلة اللي ذكرها يعني أخي هاشم، وهو يمكن كان واحد من الناس اللي بدوا المرحلة بتاعت الإدارة العامة أو الإدارة المتخصصة أكشولي. وهو أنا بذكر إنه أنا كنت في وقت من الأوقات يعني في أثناء فترة التحضير للدراسة دي هو جاني مكلف من العميد وقتها عبد الرحيم أحمد عيسى، كان مدير الإدارة دي، ويعني عملت كمستشار يعني غير مسمى رسميا منذ تلك الفترة يعني لحد يمكن 2010، لحد ما طلع قرار رسمي بأنه أنا أكون المستشار العلمي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. والحقيقة هم مربوطين مع بعض، الأدلة الجنائية والمكافحة المخدرات، باعتبار أنه الأدلة الجنائية هي الذراع اللي بيقوم بتحقيق جانب من الجوانب المهمة في العملية بتاعت مكافحة المخدرات، لأنه المكافحة فيها الجانب الخاص بالعمليات. يعني يمكن فيها جوانب كثيرة جدا، لكن جانب الخاص بالعمليات بيعمل على خفض العرض بتاع المخدرات، وبتبقى فيها عملية بعد يعني معقدة جدا فنيا انه القضية تنجح امام القضاء، لانه لابد من يكون في تقارير فنية، تقارير علمية، تقارير توري انه المواد الموجودة ونسبتها ونوعها، واهم حاجة انه وجودها في الجداول الخاصة بالقوانين يعني. ويمكن التطور ده يعني نحن نقدر نقول عليه انه شهد تطور ايضا في توقيع اتفاقيات كثيرة جدا. يعني نحن شهدنا القانون بتاع 1924 اللي هو كان اسمه قانون الحشيش والأفيون، وهو يتحول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية في 1994 بناء على توقيع السودان على اتفاقيات الأمم المتحدة 61 و 71 و88 الاتفاقيات الشهيرة. وبالتالي كان لابد انه القانون ما دام انت موقع على الاتفاقية لابد انه كان يكون مواكب لهذه المصادقات والتوقيعات. وانا هنا لابد انه اقول حاجة مهمة جدا، انه مسألة التوقيع على الاتفاقيات قد تكون هي يعني هي اسهل الخطوات، ولكن تطبيق هذه القوانين ووضعها في لوائح ووضعها في الدستور في التشريعات الخاصة يعني الجهات يعني الجمعية التأسيسية وهكذا، واللوائح اللي بتنفذ هذه هي المسألة المهمة. وأنا يعني أرجو أو يعني أتطلع لأنه الواحد يرى
هذه اللوائح تسير على قدمين. على كل حال 1994 كان قانون مهم جدا ولبى طموحاتنا فيما يختص بالاتفاقيات الثلاثة، ولكن ظلت هناك بعض الأشياء المتعلقة بخارج عمل الجهاز الشرطي. طيب ساعتك انا حاجيك النقطه دي لانه انا راصدها في من ضمن الاجنده حقتي ان شاء الله. نعم. عشان ما نخش طوال كده الحوار. هتملك التعريف ولا خلاص لحد التعريف؟ والله ما لو انا حاسس الان انا يعني بعد انا قصدت التعريف طبعا. انا عميد معهد الادله الجنائيه الان ومدير مركز السموم ومستشار الاداره العامه لمكافحه المخدرات، ده التايتل الرسمي يعني. نعم. ساعتك زي ما سيد هاشم مزج ما بين القانون وبين الاعلام، ايضا دكتور احمد عوض الجمل مزج ما بين نقول برضو الصيدله والقانون. نعم. وكل في النهايه برضو في سبيل الوطن والمواطن. نعم. نقول برضو حي في هذه السالحه، طالما هي حلقه زي ما قلنا فوق العاده، احيي بصفه برضو اخص سعاده الفريق السير احمد عمر، وايضا هو مزج ما بين الاستراتيجيات وشغل الاعلامي في الشرطه السودانيه، وله باع كبير جدا. حابب اقول الكلام ده سعادتك كسير على الهواء، ترجع على الهواء يعني بغير ما هو حقوق ترجع لاسيادها تماما. انا عبر هذا الملف المرام بدي اشرح احوالي، احيي كل القائمين على امر الشرطه السودانيه والامن والتامين. والله احنا دايرين نشكرك اول حاجه على التوثيق ده، يعني الاشياء دي انا افتكر انه زي الحلقات دي ما هي بيجي وقت من الاوقات انه الناس لما تضع بعض الاشياء ده توثيق، لانه والله كان ما حدا يعني الاشياء اللي تمت والاشياء التي انجزت وكده كانت كذا وكذا، لكن انا اتمنى في الحلقه دي برضه نتكلم عن التحديات إن شاء الله. عشان ناخد الاشياء دي كخطه او كبرنامج يمكن ان يساعد او يساهم في درء هذا الخطر يعني. نعم. ايضا سعاده المهندس الحديث حي كل الطاقم العامل في قناه الشروق حقيقه بيقف معنا ليلا نهارا من اجل ايصال هذه المعلومات المهمه في الشرطة السودانية لكل قطاعات الشعب السوداني وغير الشعب السوداني، توعية وإرشاد تبصير بالقانون وغير القانون. يمكن أي قائد أو أي زميل قاعد في هذا الكرسي كان يمكن يدلو بمعلومات كانت هي في مجاله، معلومات العارف المدرك بما هي تعمل في الشرطة السودانية، وبالتالي هي مفخر للشعب السوداني، والشعب السوداني يحق له أن يفرح بهذه الخبرات وهذه التراكمات. أنا قصدت هذه التعريف البطاقة الشخصية عشان ما يجي في الشعب السوداني الآن وهؤلاء الشباب الآن مندفعين لقيادة هذه الدولة، إن والله دي القيادة حقتهم في الشرطة السودانية، في كذلك في الأجهزة الأمنية الأخرى، هم كلهم على دراية بالعلم والقانون وحتى الإعلام وكل المشاكل في الحياة. بالتالي إحنا إن شاء الله نجي على الأرض نقول قوية وصلبة من أجل السودان وطن واحد الموحد بمشيئة الله تعالى. سيد هاشم برضو نحن زي ما قلنا دائما في مسائل المخدرات، زمان وانت عملت في هذه الإدارة المهمة مكافحة المخدرات، قبل ما أخش للتعريف الخاص بالمخدرات عن طريق القانون تحديدا يعني كدوري، إن زمان كنت بتشغلي بهذه الطريقة بكل بساطة عشان الشعب السوداني يجيب على هذه المسألة كتاريخ لورا يعني. احنا يعني حقيقة كما ذكر سعادة اللي هو البروفيسور احمد الجمل، احمد الجمل بالمناسبه هو اكبر مني عمرا طبعا ما في كلام، وهو درسني يعني لما جيت هو انا حقيقه تخرجت انا من الكليه في 84 لكن في رتبه الملازم، وهو تخرج في 85 في رتبه النقيب. لاحظ المزاره دي مهمه جدا، ودرسنا حقيقه احنا طلبه في احنا يعني حقيقه بعد ما تخرجنا بفتره بسيطه جدا كان عمل لنا كورس، وهو كان حقيقة بعض الضباط اللي كانوا أكثر تجاوبا معه في تلك الفترة التدريبية، أنا كنت واحد منهم كنت قريب له وكده. ف هو بكم ساعتك كده؟ ما كثير يعني 87 حاسب الجمعة والبطل رسمية ولا ما في؟ نحن دفعة حقيقة الدفعة. نعم. ف هو حقيقي هو حبب لي مسألة العمل في مكافحة المخدرات. احنا عملنا لفترة امتدت لأكثر من 10 سنوات حقيقة بصورة مباشرة، يعني بصورة مباشرة في الشغل بتاع الكومباتنج، خاصة في الشغل بتاع التوعية تحديدا. لذلك هذه الإدارة يعني حقيقة في 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 فترة من الفترات كانت بتتلقى دعم من الأمم المتحدة من البرنامج العالمي لمكافحة المخدرات، وكانت الإدارة الشرطية الأكثر ثراء حقيقة لأنها كانت مدعومة. أيوة كانت مدعومة مكافحة المخدرات. يعني الشغل بتاع الـ بتاع الـ بتاع المكافحة بتاع الكومباتين، لأنه لا 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 ولأنها كانت مدعومة كانت حقيقة إدارة يعني حقيقة يعني ظروفها كويسة جدا في الشغل من حيث اللوجستيات. أنا بتكلم من حيث اللوجستيات. نعم. ولذلك حتى البروف لما تكلم عن الاتفاقات الدولية
اتفاقية 61 اللي هي معروفة بالاتفاقية الوحيدة، هي كانت اسمها الاتفاقية الوحيدة، دي تعدلت ببروتوكول سنة 79 زي ما 72 سنة 72 72 لكن حقيقة الـ 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 الاتفاقية الشاملة الاتفاقية 88 اللي هي دي البني عليها القانون، قانون 64 قانون نسبة قانون الحجيج والعفيون لسنة 1924. لاحظ 1924 نعم. مستعمر البلد كان فيها شنو؟ في استعمار وكان فيها قانون بتاع حشيش. سنة 25 كان افتتاح خزان سنار. صحيح. هي كانت عبارة عن 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 عن, عن كان عبارة عن قانون لحماية مشروع الجزيرة من زراعة الحشيش. طيب ساعتك أنا خليني في شرح الجزيرة برضو. نعم. بيزرع يمكن نقول جزء برضو من الحشيش. ده كلام مهم جدا وكلام خطير جدا. لا وكان كانت حماية ومزرعة. في حماية طبعا. أي ومزرعة. خلينا نجيب على هذه النقطة المهمة بعد ما أخذ لي فاصل وارجع تاني أتواصل. نعم. مرحبا بكم جدا مشاهدي الكرام في برنامجكم دفتر أحوال، ونحن نتحدث عن موضوع المخدرات ومكافأة المخدرات وهذا التاريخ نقول القديم الحديث وكيف نكافح هذا داء العين ونتعاون مع بعضنا البعض من أجل أن ينعم السودان بحياة نقول فيها رفاهية وفيها نوع من التقدم والتنمية إن شاء الله. سيد هاشم، يمكن قبل الفاصل نحن كنا نتكلم عن مشروع الجزيرة تحديدا وذكرت نقطة مهمة جدا في حكاية الزراعة كان بتيجي في مشروع الجزيرة. هو اصلا الكنابس السيتيفا اللي هي السيتيفا اللي هي الجنب الهندي او الحشيش ده اصلا ده المخدر المعروف في كل دول العالم حقيقه بمسميات مختلفه وبيزرع حقيقه في اكثر من مناخ يعني وزراعته سهله. هو طبعا من النباتات احاديه الفلاغه زي ما بيقولوا ناس العلوم، ولكن والماده المؤثره اللي هي ماده التتر هيدروكانابينول دي موجوده في الرؤوس المسكره اللي في جير الانثى، ولذلك لانه هو سهل زراعته سهله هما الحقيقه الـ 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 الناس الـ 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 يعني فكروا في مشروع الجزيره. هو طبعا مستعمر هذا المشروع كان مشروع اقتصادي وحيوي ومهم جدا لزراعه القطن، ولذلك عشان يعملوا له حمايه طلع هذا القانون. القانون ده كان معني بمكافحه الحشيش واسمه قانون الحشيش والافيون الحشيش 1924. طيب. وشوف خزان سنار سنة 25 وبدأ طوال العمل في مشروع عبد الماجد. نعم. مشروع الجزيرة. نعم. ولذلك ده كان فيه حماية كبيرة جدا في الوقت ذاك الحقيقة للمشروع. المشروع ما شهد أصلا زراعة حشيش سبحان الله يعني لغاية يوم الليلة. يعني حتى يعني الحشيش بيزرع في مناطق كثيرة جدا جدا في السودان، معروف الكلام ده يعني معروف مناطق كبيره جدا ومساحات ايضا بيكافح عن حقيقه. احيي الاداره العامه لمكافحه المخدرات لانها واصلت في الحملات السنويه للمكافحه. الان سعاده اللواء طارق بدراوي انا احييه، رجل طبعا عالم ورجل حقيقه يعني قادر على قياده هذه سفينه الاداره العامه لمكافحه المخدرات الى بر الامن، شغال حقيقه هو وناسه في مجهودات كبيره جدا. انا ما بعرف المدى القديم مدسوسه ولا لا، لكن الان هناك حملة كبيرة جدا في مناطق الزراعات. نعم. وأتت أكلها حقيقة. نعم. أنا كنت أقول إنه العمل المكافحي لما يكون عنده استراتيجية، الاستراتيجية للمكافحة. نعم. مهمة جدا. نعم. يعني الافتقار يعني مثلا قانون الحجر في مكان براو سنة 56 صدر قانون اللي هو قانون الصيد والسموم، كان فيه جداول حقيقة، هو ده حقيقة اشتمل لبعض المخدرات اللي هي كان ممكن يحصل لها دراج أبيوز مثلا، هي بتستخدم في الطب. أقول لك حاجة، مثلا المخدرات الطبيعية زي الحشيش والأفيون مثلا والكوكا وغيره، أحمد عنده مثلا النبات اللي عمل فيه الدكتورة اللي هو الأرجوم المكسيكانو أو الداتورة أو السيكاران زي ما معروف اللي بيقوم طرف البحر ده، عمل فيه شغل كبير جدا، لكن يبدو انه هو درجه السميه فيه اعلى من انه يمرف المسميات ما موجود في الله المسميات اللي بيصير فيها هذه مسميات العلمية. يعني مرات بالمسميات ولا في ثاني حاجه والله فيها بعدين بنصححه شويه كده في بعض الحاجات، لكن ماشي كويس هو. طيب هو ماشي، مش هقول ارجو مكسيكانو. الارجو مكسيكانو مختلف طبعا من الداتوره، لكن هي الداتوره ينوكسيا دي برادي سكران وذاك خشخاش، لكن هي كانت في الداتوره مش كده. لا كنت اشتغلت في الارجي مكسيكانو وكان بينمو كلها مخدرات في بعض المناطق في الشمالية. لا مخدرات هي ما يعني كده اللي قدامنا احنا ممكن نشوف في الجدول. طيب. وضعها في الجداول شنو. طيب. وضعها في الجداول شنو. طيب. هي دي مزال طبعا مزال علميه ما داخله فينا احنا شغلنا بتاع مهمة. لا هو حيوضحها.
لكن انا دار اقول انه دار اقول المخدرات اذا كانت طبيعيه او 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 مخلقه او او مصنعه يجب ان تحصر كلها في جداول حسب درجه التاثير حسب درجه التاثير. مثلا الافيون مخدر طبيعي، لكن المواد الفعاله المستخلصه منه يمكن اكثر من 9 او اكثر او اكثر، تاثيره كبير جدا جدا يعني في اعلى الغايمه. مثلا الهيروين حاجه خطيره جدا، حاجه خطيره جدا. الاستراتيجيه الخاصه بالمكافحه، ودي الشغل اللي بعينينا انا، يعني مساله المكافحه، مساله القوانين مهمه جدا جدا، والابديتنا عليها برضه مهم جدا جدا، ومساله التوعيه برضه مساله غايه في الاهميه كمحور برضه اهم جدا، ومساله اعاده تاهيل المدمنين. بروف جبير كان بيتكلم عن نظريات خفض الطلب، اصلا المساله دي كلها خفض العرض وخفض الطلب. الكلام ده بقصد شنو؟ بقصد ضمان عدم دخول متعاطين جدد الى دائره الطلب على المخدرات، واخراج المدمنين من هوه الادمان واعادتهم. وطبعا ده عاوز شغل كثير جدا، فيري هيفي بالمناسبه، وكومبليكيتد طبعا زي ما احنا قلنا قبل ما نقول. الجزء الثاني قبل شيء بلف احمد عبد الجمل، انا برضه بصير سؤالي الاول جبت طرحته لك. انت كنت بالزمان يعني كنت اشكل الوسائل بتاعت الاعلام ما كانت زي هسه، كنت هتعامل مع وزاره التوعيه كيف اعلاميا يعني؟ هو الوسائط اللي كانت متاحه ما كانت كثير الوسائط او المواعين، فاحنا كنا حقيقه تركيزنا كان على الاعلام الجماهيري اللي هو كنا بنركز على الندوات وبنركز على المحاضرات اللي تقدم في المدارس في الجامعات في غيره، وكنا بنركز برضو على مساله التواصل مع الجهات ذات الصلة، ومنها اللجنة القومية لمكافحة المخدرات، وهي طبعا حقيقة برضه يعني احنا نحييها في هذه الحلقة، برضه قدمت شغل كبير جدا. لكن يعني التلفزيون كان فيه وكانت فيه برامج، والإذاعات كانت برضه متاحة، الإف إم كانت موجودة، لكن برضه كنا بنستخدم يعني الإذاعات، وبرضه شغل كبير جدا جدا، صفحات تسجيلية وتحقيقات وأعمدة في الصحف برضه كنا بنشتغل، يعني شغل يعني ممكن يكون منقوص منه العمل الالكتروني بس، لكن كان برضه كان شغل متقابل برضه في وقته، كان برضه عنده ميزاته. بروف يمكن برضه زي ما قال السيد هاشم التعريف اللي ذكرها قبل شوي عن المخدرات بحسب تخصص حقه والعمل القابيه في الفتره السابقه، وانا احيي هذه الجهود واحيي هذا الرئيس زمان كان بيعمل في مكافحه المخدرات، اذا كان ضباط وضباط صف جنود عاملين في هذه المكافحه، ويمكن دي سنوات طويله جدا لورا، وعمل قد اشك هو عمل شاق جدا، ما حاجه سهله من الوقت ذاك لحد الان. المساله هي متواصله بصوره كبيره جدا. انا برضه بروف داير لابد برضه من تذكير علمي او تعريف علمي لمساله المخدرات بصوره مجمله كده يعني. نعم، طيب هو الحقيقه قبل التعريف بتاع المخدرات، يعني انا يمكن يعني سعدت جدا بالاستضافه دي لانه في مناسبتين الان. نعم. يمكن لينا فتره شغالين في احتفالات باليوبيل الذهبي للأدلة الجنائية السودانية. نعم. اللي هي بدأت في 69، وربنا يدي الصحة والعافية للواء الدكتور حاكم عبد الرحمن، هو مؤسس هذه يعني الأدلة. والمناسبة الثانية اللي هي المجهودات الكبيرة اللي ظهرت الآن الخاصة بمكافحة المخدرات، واللي يمكن يعني فيها حصل فيها تطوير عالي جدا، يمكن لما تيجي ترصد مما يعني يمكن حصل فترة بتاع اخونا اللي هو طارق البدراوي، ظهرت الـ الـ يعني الـ بعض التطبيقات لما هو موجود في الاتفاقيات. يعني حصل الآن النقاش الإذاعي ماشي ممتد مع الأمم المتحدة، مع لجنة مكافحة المخدرات في النمسا فيما يختص يعني بموقف السودان، اللي بيكون واضح جدا فيما يتعلق بحتى محاولات تغيير الرقابة عليه. في أشياء كثيرة حصلت وجرت تحت الجسر مياه كثيرة، لكن أنا الشيء داير أقوله إنه
المسألة بتاعت المخدرات الناس بيختلفوا فيها، ونحن ما كنا دايرين نخش في التعريفات، قلناها كثير، لكن الشيء المهم برضو لأنه نعم، لأنه انت يمكن البرنامج هو في جزء من يعني البرنامج ده خاص بالوعي، ونحن دارين الوعي بالنسبة للناس، حتى لما نذكر أشياء قديمة موجودة ويترتب عليها أشياء لابد أنه يكون معروف أنه كان في نجاحات وين وإخفاقات وين وكده، عشان الحاجة لأنه صعب جدا إنك يعني يعني لا تلتفت إلى ما يمكن أن يحقق من نجاح بسبب النظر إلى ما صاحب بعض الأشياء من إخفاق. فهي يعني المادة المخدرة الشيء الناس ما عارفينه إنه هي يعني مادة عندها علاقة بالجهاز العصبي المركزي بتاع الإنسان، يعني هي مادة بتحدث نوع من التغيير في السلوك بتاع الإنسان في الأداء الوظيفي للجهاز العصبي بتاعه، وبالتالي بتقوده بصورة تدريجية لما يعرف بالاعتماد عليه من خلال زيادة الجرعة، ثم عدم المقدرة على الانسحاب من التعاطي ده اللي هو تظهر أعراض خطرة جدا. ويعني التعريف مهم حسي الآن، لأنه زمان لما بنتكلم يمكن الحاجات اللي ذكرها هنا دكتور هاشم هي عبارة عن أشياء كانت تقليدية. الآن واحدة من التحديات، وأنا يعني حريص جدا إنه الحلقة دي تكون عن التحديات الموجودة، من ضمن الأشياء الآن في أشياء الأعراض الانسحابية بتاعتها بتقود للموت، يعني لأنه تطورت المسألة بتاعة التركيبة الكيميائية، فأصبحت أكثر شراسة. يعني الأشياء الطبيعي كان بيكون معروف إنه الناس بتاخده حسب ما هو موجود في داخله من سموم، فتتجنب الحاجة الشوية مزعجة وتمشي مع الحاجة، وده كان من آلاف السنين. لكن الآن أصبحت في سرعة كبيرة جدا في إنتاج بعض الأشياء الكيميائية، وأنا ده بيقودني لمخدر الميفيدرون مثلا. دي جهات مشكلة؟ دي هي طبعا هي المافيا بتاعت المخدرات. يعني مثلا مادة زي الميفيدرون ما عندها أي استخدام طبي، لكن أصبحت الآن هي مسيطرة على السوق بتاع المواد الجديدة دي وكده. فالشيء المهم أنا داير أقوله إنه مع تطور الأشياء دي وتطور كمية العقاقير اللي بتعمل في حتى في أمراض أخرى وفي استطبابات أخرى وكده، أصبحت التداخلات بين المخدرات والمواد دي أصبحت يعني فيها كثير جدا من المخاطر. ده جزء من الوعي، يعني نحن عشان كده كبير أنا من قلت لك التعريف قلناه قبل كده، لابد إنه نقوله بالصورة الجديدة اللي هو إنها هي المواد التي يمكن أن تتداخل مع بعض المواد الأخرى وتقود إلى الموت. يعني حسي في بعض المثبطات بتاعت الجهاز العصبي المركزي إذا أخذتها مع مواد تانية بكمية كبيرة بكمية بسيطة ممكن تؤدي إلى الوفاة. فنحن من ضمن التحديات اللي هي نحن بنقول عليها تحديات قضائية وتحديات طبية وتحديات في مجال التوعية وتحديات في مجال العمل بتاع الأدلة الجنائية والفحص وتقديم الأشياء زي دي. فيبقى من الناحية القضائية، من الناحية العدلية، من الناحية التشريعية، المواكبة بتاعة المواد الجديدة وإدخالها في الجداول دي حاجة مهمة جدا. ثم إنه نحن في الاتفاقيات بتاعتنا في نظر لأشياء بتحتاج إلى مجهودات أكبر زي السلايف الكيميائية في اتفاقية 88. يعني نحن لقينا سنة 2010 مثلا لا من الناس بدأت تراجع الشيء الحاصل فيما يختص باتفاقية 1971 بتاعت المؤثرات العقلية، لأنه في بنود كثيرة جدا ما مطبقة في هذه الاتفاقية. وبعدين من 2010 بدأ يا داب اتعملت لجنة عشان تراقب المواد الطبية، المواد المؤثرات العقلية ومسألة عدم خروجها للسوق بتاع التعاطي بتاع المدمنين وكده. فدي واحدة من التحديات، دي مثلا مهمة جدا، دي واحدة من التحديات. أنا قبل ما أمشي النقطة دي برضو لابد من سيتاشم المسألة بتاعت التحديات ذكرها الظروف، النقطة دي نقطة مهمة خالص يعني في تقديري. العرض والطلب إذا كان هي بالفهم ده وبالخطورة دي، العرض حيكون كيف والطلب، ونخفض نحن نخفض العرض والطلب كيف؟ هو حقيقة زي ما قال البروف طبعا يعني خفض العرض شيء أساسي جدا وبيؤدي طبعا طوارئ لخفض الطلب. يعني نحن مثلا المكافحة بتقوم على المكافحة الميدانية، مكافحة بالقانون، مكافحة بالعمل المباشر
في المخدر المعين الممكن يكون مخدر عابر او ممكن يكون مخدر عابر اتعمل له سوق داخلي مثلا. يعني مثلا زي الـ زي الـ زي الـ زي الـ السلايف، السلايف والمشمومات هسه ذكر سعادة البرو، زي استليسيون والمشمومات الحاجات دي بسمها سلايف، بسمها في مذيبات الطيارة برضه بسمها سلايف هي؟ يعني ومريات هي يعني هي. يعني شوف انا اقول لك حاجة بس قبل ما يمشي لهنا، مسألة الاشياء اللي بتشم دي دي مسألة كمان مربوطة بحتات تانية خاصة بالعمل الاجتماعي والناس الهومليس، الناس اللي قاعدين في يعني دي لو ربطت السليسيون، ويمكن مرات انا كثيره جدا بقوم بدخل الحاجات مع بعض، يعني السيليسيون انا بالنسبه لي مربوط بالسبيريت اللي هو حصلت كان في وفيات في 2005 و2011، فدي دي اشياء كثيره جدا ما موجوده في القانون، يعني في القانون بتاع المخدرات ما موجود لا موجود سيليسيون ولا موجود الميثانول او السبيريت ده ولا كده. فيبقى مساله الوعي دي مهمه جدا، لما احنا نقول الماده بتصل الدماغ وبتعمل مشكله مرات بيكون من المستحيل انك تحصل المواد كلها. يعني حسي الشغل بتاعنا بتاع التحديات دي داخله فيه، والتحدي بتاعت العمل الاجتماعي، العمل الرعايه الاجتماعيه داخله فيها، مساله الشباب اللي هي انك انت الشباب داخله فيها، اتفاقيه المنشطات في اتفاقيتين السودان موقع عليهم وفيهم بنود كثيره جدا وفي اشياء كثيره جدا واقعه للسودان من جراء عدم العمل على تفعيل بنود الاتفاقيات. انا متاكد انه الشيء ده يعني حيكون ماشي حسب تكون في الترتيبات، عشان كده الواحد سعيد جدا بانه حيكون في عمل كبير جدا. يعني بعد ما يعني الناس اصبحت الان انا داير اقول لك حاجه، يمكن في سنه 87 الأمم المتحدة نحن كنا موجودين في تدريب في الأمم المتحدة، وجا كان رحمة الله عليه اللواء عبد الله عبد الكاهن الفريق يعني بعد ذاك، وهو كان مدير المباحث المركزية تابع عليها الأدلة الجنائية، عشان كده قلت لك الأدلة والمخدرات مع بعض شغالين في العملية بتاعت اللقاء بتاعه. في خلال نص ساعة الأمم المتحدة أهدت السودان عدد كبير جدا من الأجهزة المتقدمة جدا، يعني الجهاز الواحد بمئات الآلاف من الدولارات هدية في مسألة المكافحة تحديدا. ده قبل ما يكون في يعني المقاطعة للسودان وعدم يعني في السنوات الأخيرة السودان عشان يحصل على بعض الأجهزة بتاعت الأجهزة بتاعت الفحص الميداني ولا كده. يعني أنا بتذكر في اتصال مع واحدة من الشركات البريطانية انه يعني عشان ناخذ الايزن وعشان نعمل بعد ذاك مخاطبه وعشان نعمل نشوف اللي ناي عشان نشوف نوفر اجهزه متقدمه في المكافحه. نعم. فطوالي الريد كان انه والله يا اخي السودان معليش يعني احنا ما حنمشي معاك في الكلام ده، السودان ما احنا لكن برضه انا والله لمزيد من المعرفه يا سيد هاشم للمشاهد الكريم برضه نقول ببساطه كده المزه بتاعت السيليسيون اللي ذكرتوها دي مربوط بحاجات ثانيه برضو عبارة عن عرض وطلب، نحن برضو نخفض كيف نعمل شيء. ترى ساعتها مثل المزالة دي جات عرضا في كلام البروف عن انه في بعض الاشياء ما بيحصل لها دراج ابيوزل، هي ما بيحصل لها سوء استخدام. طيب. يعني هي اصلا ما كانت مستحضرات طبية اصلا في الاساس، يعني ما كانت ادوية، ما كانت عقاقير، يعني مدرك ابيوز، مدرك ابيوز بنقول لها سبستنس ابيوز، يعني مواد مساء استخدام. مواد اصلا هي ما طبية في الاساس، لكن انا مثلا اقول مثلا زي مشتقات الافيون بتستخدم في الطب، زي مثلا المورفين وزي البقانين والبسيدين وغيرها، بيحصل لها سوء استخدام. لكن زي دي زي السيليسيون وزي المشمومات وغيرها وزي عقاقير ثانيه طبيه، هي مستحضرات كيميائيه لكنها ما لها اصلا ما عندها علاقه بالطب، زي ال اس 25 او شغاله في الصناعه، يعني زي ال اس 25 وده اللي بيطلعوه من عش الغراب او ود الواطه المعروف مثلا، وزي الكراك، وزي الكراك عنده خصائص قريبه من الكوكايين، ولكن هو طبعا برضه وزي الايس، زي الايس وزي الماكس اوف فوم اللي هو مشهور بالمناسبه، زي ما قال سعاده البروف زول ياخذ سبريت اللي هو بياخذ ميثانول ويقوم ياخذ معاه جرعه من المشمومات او السيليسيون غاتله مثلا، او مثلا فينو باربيتون اللي هي المعروف يعني موجود في الطب، يموت طوال طبعا، يموت طوال، وهو طبعا عنده جهل، يعني مثلا ممكن واحد يكون مثلا شام سيليسيون وياخذ معه ميثانول ويقول لك مات، وبالمناسبه في اغلب الاحيان حتى لو ما اخذ بيع ما، وبتحصل حاجات كثير جدا. عشان كده كنت بقول انا بقول دائما
دائما يعني مساله التوعيه شيء اساسي جدا. حتى مثلا حتى الاتفاقات اللي احنا نقول انه السودان مصادق عليها لكن ما ملتزم بتنفيذ البنود، ربما للعوز وربما لانه الهجمه ممكن. نحن سنتهاشم برضه حنلتزم باذن الله تعالى بحلقه ثانيه جديده ان شاء الله في هذا الكلام، يعني هذا الكلام في بدايته والزمن المخصص للحلقه الليله تعالى يمكن مشى على عجاله لانه الكلام هو كلام بيخش طوالي اللي جوه يعني، وفي معلومات مهمه ومفيده جدا ان شاء الله. نحن نلتقي في حلقه ثانيه جديده. شكرا جزيلا جزيلا سيد اللواء دكتور حقوقي دكتور هاشم علي عبد الرحيم، نقول الناطق الاسبق للشرطه السودانيه ومدير الاعلام بالشرطه السودانيه الاسبق ايضا والخبير في مسائل التوعيه بمكافحه المخدرات وغير المخدرات. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. نحن حقيقه بعد التقاعد طبعا من الشرطه جاهزين للعمل وحسب القانون احنا شرطه طبعا الى ان يتوفانا الله. نعم الشرطه ما فيها معاش اساسا يعني. الله اكبر. يعتذر يعني. شكرا جزيلا بروفيسور الدكتور احمد عوض الجمل الخبير نقول المعروف في مسائل التوعيه والمخدرات والمكافحه وعميد محل الأدلة الجنائية وعبر برضو نحيي اخواننا في الأدلة الجنائية باليوم اليومي الذهبي لهذه الإدارة المهمة، وإن شاء الله حيكونوا برضو ضيوف معنا في برنامج دفتر الأحوال لتسليط الضوء على هذه الأدلة ونحتفل معهم بهذه الذهبية وإن شاء الله مزيد من التوعية والتلاقح ما بيننا وبين الشعب السوداني خدمة للقانون وخدمة للوطن الحبيب. شكرا جزيلا بروف. شكرا لك جدا، وبرضو بالإضافة إلى الاحتفال بتاع الأدلة الجنائية يعني حقه برضو الإنجازات الأخيرة بتاعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برضو تسلطوا عليها الضوء وتجوا تشوفوا يعني ما تم من أعمال كبيرة في هذا الإطار. وأنا يعني برجو أنه يكون في هذا اللقاء أنا حرصت فيه أنه نتكلم عن التحديات دي، أرجو أنها تكون واضحة يعني أنها كانت اتفاق يعني أغلب التحديات أنا أفتكر أنه في تفعيل ما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه والمصادقة عليه، ويمكن برضو مسألة العلاج واحدة من التحديات، علاج الإدمان والعلاج المجاني بالذات وكده، ومسألة يعني توعية الشباب من خلال العمل بتاع الأقران مع بعض، يعني تحديات كثيرة نرجو أنه قريب نشوف الأشياء دي كلها تمشي على قدمين يعني ان شاء الله. شكرا لك يعني على الاستضافه دي. شكرا. اللي هي يعني ان شاء الله نواصل في الملف ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. في ختام هذا اللقاء انا لا يمكنني ان اضحي من اجل قضيه بمستواي ولا يمكنني ان اضحي من اجل قضيه اقل من مستواي، زي ما قلنا قبل شويه اضع نفسي ومالي وولدي وكل شيء في خدمه القضيه عندما تكون عباده في سبيل الله. تحياتي والتيم العامل، مع السلامه.